الحقيقة قضية الأسمدة قضية يئن منها الجميع الآن. الأسمدة من 2016 الشركات هي اللي كانت بتدي أسمدة مدعومة بتتوزع على الفلاحين، أظن كان بحوالي نسبة 55%، لكن هناك شركات مثل الدلتا للأسمدة توقفت، الإسكندرية لا تعطي، كيما أسوان أيضا فيها عطل. اللي جاب الأزمة أحداث كورونا الأخيرة، العالم توسع في الزراعة في فترات سابقة وحالية، والناس الحقيقة هنا في داخل مصر أيضا توسعت في الزراعة، وكل ده انعكس. الحقيقة كان في سعر للتصدير بيطلع، رفض الأسعار الموجودة في التصدير، وبالتالي كان لازم يبقى في مشكلة حقيقية، لأن أنا اترفع من 250 ل 2500 بالنسبة للطن، فبقى في النهاردة اتحطت رسم تصدير واصل ل 2500، كان 250 وصلنا ل 2500. ده يدينا يعني كلام عن أن الدولة بتتحرك من أجل أن توقف من حركة التصدير لصالح الداخل. في 190 ألف شهريا بيتوزعوا، وزارة الزراعة والجهات المعنية بتعمل رقابة على ذلك. الشكاير زادت، أسعارها زادت جدا، والفلاحين بيئنوا من هذا الكلام بشكل كبير جدا. لكن تعالوا نشوف معانا الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة. دكتور عباس مساء الخير، الحقيقة الناس بعتنا وبتشتكي من أزمة الأسمدة، المحاصيل الحقيقة بتعاني معاناة شديدة. أنا كنت في الصعيد الأيام اللي فاتت، الشكوى الأساسية والرئيسية هي أنه ما فيش أسمدة في الشارع. ليه الأزمة دي يا فندم؟ أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة حضرتك طيب. أنت طيب. طبعا بالنسبة لأزمة الأسمدة اللي هي الحالية، هي طبعا زي ما احنا عارفين ان هي طبعا هي في اختناقات في بعض المحافظات بصعيد مصر العربيه، وخاصة سينا واسيوط وسوهاج والاقصر. طبعا احنا هذه الاختناقات طبعا في الفترة الأخيرة في بداية شهر ابريل هذا العام 2021 حصل زيادة عالمية، أو الأسعار العالمية بالنسبة للأسمدة الأزوتية، زي ما سعادتك تفضلت في المقدمة دلوقتي، إن فعلا تقريبا حصل زي توسعات أو يعني دواعي كورونا على العالم الخارجي كله. بالفعل بدأوا يتجهوا إلى الزراعة والتوسع في الزراعات، حتى الزراعات هي كانت تعتبر صمام الأمام للدول في هذه المشكلة. طبعا زيادة مضطردة من شهر إبريل مايو يونيو الحالي، تضاعفت أسعار الأسمدة عالميا، ومن هنا كان طبعا ان احنا عندنا الشركات، في بعض الشركات طلعت من الخدمه، وفي بعض الشركات فيها تخفيض في اللي هي الكميات الخاصه في وزاره الزراعه اللي هي بتوصل لخدمتنا المزارعين. طبعا مع اللي هي الاسعار غير الاسعار اللي هي الاسعار العالميه المتجهه في التصعيد، بدات الدوله المصريه او الحكومه المصريه تتحرك تحرك جدي في كيفية السيطرة على هذه الأزمة، وخاصة في محافظات الصعيد، لأن معظم المصانع اللي هي كانت يعني فيها الاختناقات اللي هي أساسا كانت توجه الأسمدة بتاعتها إلى محافظات الصعيد. وبالفعل اتخذت خطوات جادة بزيادة رفع رسم الصادر من 600 جنيه إلى 2500 جنيه على الطن المصدر من الأسمدة الأزوتية. ثانيا طبعا كان فيه يعني مراقبة شديدة أو توجيهات شديدة من معالي الأستاذ سيد القصير وزير الزراعة، متضامنا مع الأستاذ الدكتور نبيل جامع وزير التجارة والصناعة، للسيطرة على هذا الانفلات السعري العالمي عن طريق وضع هذه الخطة بزيادة اللي هي التعريفة الرسمي الصادر من 600 جنيه إلى 2500 جنيه لوصول هذا السعر لتقريبا يساوي السعر العالمي أو السعر التصديري، لدفع المصانع لبيع الأسمدة داخل الأسواق. ولكن يا دكتور، أنا كنت بتكلم مع سيد وزير الزراعة حول هذه الأزمة الحقيقة، هل هذا الإجراء رفع رسم التصدير من 600 إلى 2500 يمكن بالفعل أن يحل الأزمة؟
ايوه نعم نعم، وبنبني وفعلا دلوقتي فعلا بدانا نبني استماره، زائد ان في دلوقتي حراك على مستوى عالي جدا على مستوى السادة الوزراء سيد قامت رئيس الوزراء، وفي على طول اجتماعات مكثفه مع وزير البترول مع وزير قطاع الاعمال لبرضه نشوف الحصص المقرره وكيفيه توجيهها، بالاضافه طبعا الى الرقابه الصارمه على خطوط الانتاج اللي هي الاسمده اللي هي خارجه من المصانع لحين وصولها للمزارع وعن طريق المنافذ الخاصه بالجمعيات الزراعيه. طيب يا دكتور انت ذكرت الان حضرتك ذكرت الان اربع محافظات منها نعم. محافظه قنا اللي انا كنت موجود فيها واللي انا سمعت شكاوى الفلاحين بشكل غير عادي. الناس دي هنستنى لغايه ما زرعها ينشف ويموت ولا في حل لا سريع؟ لا 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 حضرتك الحل تم بالفعل وبدانا نوجه خلال الثلاث ايام الماضيه دولت او اللي هم ال 48 ساعه الماضيه تم توجيه ازيد من 3500 طن لهذه المحافظات، واحنا مكثفين دلوقتي كل تقريبا معظم الانتاج ازيد من 50% من الانتاج للأسمدة الخاصة بوزارة الزراعة إلى محافظات الصعيد. يعني في خلال أسبوع عزيز. 10 أيام إن شاء الله هنحس بإنفراجة كبيرة بالنسبة للأسمدة بالذات في محافظات الصعيد الأربعة اللي أنا ذكرتهم، وهم بالأخص في قنا وأسيوط. شاكرين كرمك الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة. الحقيقة سيد الوزير متفهم لهذه المشكلة وفاهم أبعادها وبيتخذ قرارات وإجراءات مهمة جدا الحقيقة لإنهاء هذه الأزمة سريعاً.